المفاصل 3 أنواع. فايبرس وكارتلاجينس وساينوفيال، وفي نوع رابع ممكن نعتبره فيسيولوجيكال. فايبرس 3 أنواع برضو أو 3 أمثلة. في ممكن في نوع من المفاصل ممكن نسميه سندسموزس، ده بيبقى العظم متصل ب انتر اسس ليجامنتس، تمام، زي انفيريور تيبيو فيبولار جوينت دوت، ده اسمه سندسموزس. الانفيريور تيبيو فيبولار جوينت يبقى ده مفصل ما بين التيبيا والفيبولا، في التيبيا والفيبولا في فوق مفصل وفي تحت مفصل، اللي تحت اسمه انفيريور تيبيو فيبولار جوينت، واللي فوق اسمه سوبيو تيبيو فيبولار جوينت، يبقى ده اسمه ده انفيريور تيبيو فيبولار جوينت، انفيريور تيبيو فيبولار جوينت من نوع سندسموزس. يعني سندسموزس يعني ماسك مع بعض بشوية ليجمنتس، ادي من قدام هنا في ليجمنت، من ورا في ليجمنت، وفي النص من جوه في ليجمنت، تمام، يبقى ده سندسموزس. تاني نوع جونفوزس، ده بتاع الأسنان بين the root of the of teeth and the socket in the mandible، متصل بيري أودونتال ligaments. At the root of the teeth, root of the tooth، وادي السوكت اوف ذا مانديبل، وادي ماسكين مع بعض بالليجمنت الناشف دوت، البيري اودونتال ليجمنت، تمام، يبقى ده اسمه جونفوزيس، ده موجود في السنين بس. تالت نوع اسمه سوتشرز، ده موجود في بين السكال بونز، برضه ماسك بانتر اسس ليجمنت. احنا قلنا سكال بونز ده دي جمجمة الجنين وده جمجمة واحد أدلت، يبقى السوتشرز واضحة جدا في الجنين، بتبدأ تلحم مع السن، وفي الأولد إيج بيكون العظم ده لحم خالص، يعني في سن الشقوق العظم ده بيكون لحم خالص، لكن في سن الجنين بيبقى العظم ده فيه هنا سوتشرز اللي هي مفاصل، قلنا ده الكورونال في الكورونال، ده كورونال سوتشر في الكورونال بلين، وده ساجيتال سوتشر في ال ساجيتال بلين، وده اللمبودويد سوتشر في ال بين البايتال بونز والأوكسيبيتال بون، وفي أنتيو فنتانيل وستيو فنتانيل سفينويدال فنتانيل، تمام. وهنا السوتشرز لحمت بشكل أكتر بين البون والتانية، اللي ماسك العظم انتر أسس ليجمنتس، زي هنا انتر أسس ليجمنتس، يبقى ده 3 أنواع الفايبرس جوينتس. الكارتيلاجينس جوينتس نوعين، يعني في نوع برايمري ونوع سكندري. البرايمري ببساطة اللي هو الفازيل بليت، يعني هو عظم الطفل وهو بينو لونج بونز، الفازيل بليت أو الفايسز أو جوث بليت of the ends of long bones considered as temporary joints till complete ossification، يعني العظم اللي بينمو زي العظم دوت بتاع الريست، هنا في فايسز جوث بليت وهنا في جوث بليت في الديستال ألنا والديستال ريديوس، ده ممكن نعتبره برايمري كارتلاجينوس جوينت. في الأدلت هود بيلحم، يعني هو مش مفصل دائم، مفصل تمبوري مؤقت، عشان في الأدلت هود بيلحم، والخط الأبيض دوت ده بقايا الفازير بليت، تمام، يبقى ده البرايمري كارتلاجينوس جوينت. في السكندري كارتلاجينوس جوينت، الارتكولاتينج بونز ار سيبريتد باي ا ديسك اوف فايبر كارتلاج، وده بيرمننت جوينت مش تمبورال جوينت، هنا تمبورال مؤقت، هنا بيرمننت مفصل عادي دائم، زي الانترفيرتبرال ديسك وزي السيمفيسيس بيوبس. ادي السيمفيسيس بيوبس، قلنا الحوض من قدام، ادي الهيب بون هنا كده من قدام، ده هنا قلنا دي اسمها ايه، اليوم بيوبس اسكيوم، اسكيوم دي اللي بنقعد عليها، تمام، ودي الاستبلم من قدام، الهيب بون او البلفيك بون ماسك في الناحية التانية
بمفصل اسمه سيمفيس بيوبس، ده يعتبر السكندري كارتلاجينوس جوينت. مثال تاني للسكندري كارتلاجينوس جوينت هو الانترفيرتيبرال ديسك. ادي فقرة ودي فقرة بينهم الديسك، انترفيرتيبرال ديسك ده بيشتغل يعني، ده بيعمل زي كمخدة أو شوك أبزوربر بيمتص الصدمات عشان يوزع الحمل بشكل متوازي. الانترفيرتيبرال ديسك ده في حتة اللي جوه اسمها انيولوس فيبروزس، والحتة اللي جوه اسمها نيوكلوس فيبروزس. النيوكلوس يعني من جوه نواة، فالنواة ده من جوه فده اسمها نيوكلوس فيبروزس، والحتة اللي جوه اسمها انيولوس. انيولوس يعني حلقة، فالحلقة بتبقى من بره، يبقى من بره اسمه انيولوس، من جوه اسمها نيوكليوس. تمام، مش مهم تعرفوه. تالت نوع من أنواع المفاصل، المفاصل السينوفيال، وده ده معظم مفاصل الأبر واللور ليمبس. بنقسمه برضو أنواع حسب مدى الحركة. في نوع بيتزحلق يعني ملوش أكسس معين، ملوش محور يتحرك ليه، بيشتغل على إنه بيتزحلق بس. تمام، اسمه نون أكسيال. ده بيبقى بلين، بيبقى فيه مينيمال موفمنت أو جلايدنج موفمنت، زي السوبيريو تيبيو فيبولار جوينت وزي أكرومو كلافيكولار جوينت وسبتولار جوينت. تمام، فين هنا؟ لا مش سامعني، لا ما جبتش سؤالي. أكوين وكلافيكل جوينت هنا، هذه كلافيكل ودي أكوين ودي الأكوين وكلافيكل جوينت. المفصل ده ده يعتبر بلين جوينت نون أكسيال. الموفمنت اللي فيه جلايدنج يعني يدوبك حاجة بسيطة. تاني نوع يوني أكسيال. يوني أكسيال يعني بيتحرك في على أكسس واحد، يعني بيعمل حركة حركة وعكسها بس، يعني ليه أكسس واحد بس بيتحرك عليه. في نوعين، الهنج والبيفوت. الهنج اللي هو زي مصر الكوع هنا، زي هنا في كماشة وبيتحرك على البقرة دي، فده ليه مدى حركي واحد اللي هو يوني أكسيال. فالكوع بيتحرك كده بس، ملوش حركة تانية، عشان كده يوني أكسيال ليه أكسس واحد بس. تمام، يبقى ده هنج، هنج جوينت. مثال ليه الإلبو اللي هو زي كماشة حوالين بقرة بيتحرك كده. السوديوم تاني نوع من اليوني أكسيال بيفوت، زي السوبيو فيديو ألنا جوينت. أدي فيديوس ودي ألنا، قلنا فيديوس ماسكة مع الألنا في مفصل اسمه سوبيو فيديو ألنا جوينت. المفصل ده بيلف ازاي؟ بيلف زي ما انتوا شايفين متوقعين، هيلف هيخلي ايد تعمل كده. لما دي تلف على دي الحركة هتبقى كده برضه في أكسس واحد، يعني عشان كده اسمه يوني أكسيال. تالت نوع من السينوفيال باي أكسيال، في 2 أكسس ممكن يتحرك في اتجاهين عكس بعض، أو 2 مدى حركي عكس 90 درجة على بعض. زي ايه؟ زي الكوندولر. الكوندولر دوت هما 3 أنواع برضه. الكوندايلر ده بيبقى فيه كوندايل زي زي مفصل الركبة مثلا، أو المفصل اللي هو قبو متقبل الجنت. تمام، سوري، هو هنا مش كابو متقابل الجوينت، المفروض ميتا كابو فرنجل جوينت. أنا صراحة ميتا كابو فرنجل اللي هو
اللي هو مفصل ده ميتاكاربو فارينجيال، ده كوندايلر ممكن يتحرك، فهو بيبقى الكوندايل بتبقى عاملة زي كده زي كب و يعني زي كورة وكوباية، بس مش زي ده بولي أكزيل، ده ممكن يتحرك في كل اتجاه لكن ده بيتحرك في اتجاهين بس. ف الصورة دي اللي هي المفصل دوت، المفصل دوت ميتا كابو فرنجر جوينت، ممكن يتحرك كده ممكن يتحرك كده، يبقى في اتنين أكسس الاتنين دول على بعض، عادي حركة اسمها أبدوكشن أدوكشن فليكشن إكستنشن، تمام. يبقى باي أكسس، أدي أكسس دوت بيتحرك على أكسس كده، وحركة كده بتحرك على الأكسس كده. يبقى هنا الميتاكاربو وهكذا في الصوابع الرجل، ميتاكاربو فرنجل ميتاكاربو فرنجل جوينت بيش كاربو ميتاكاربو، يعني هصلحه دي، تمام. تاني نوع من الباي أكسل الإليبسويد، الإليبسويد زي الريست هكذا، الريست دوت بيتحرك في اتجاهين، الريست مفصل الريست ممكن تحركه كده ممكن تحركه كده بس ملوش حاجة تاني. يبقى في أكسس، الأكسس اللي هو كده هيتحرك كده، والأكسس اللي هو كده هتحرك كده، تمام. يبقى ده باي أكسل اسمه إليبسويد، إليبسويد عشان شكله كده، تمام. دي مسميات يعني، عشان شكله مفصل ده كوندايلر عشان شكله كده، الإليبسويد عشان شكله يعني قريب من كده. تالت نوع هتلاقي السدل، السدل زي إيه؟ زي البتاع بتاعة الحصان اللي بتركب عليها، فبرضه ده ممكن يديك مدى حركي في اتجاهين أو في اتنين أكسس. السدل في نوعين، ستينوكلافيكولار اللي هو اللي هنا ده، والبازلر، بازلر هو فيست كابو متكابل جوينت أوف ذا ثمب، يبقى ده اسمه بازلر جوينت. فيست كابل متكابل جوينت دي احنا قلنا دي كابل بونز، تمام، ودي متكابل بونز، يبقى المفصل اللي بينهم دوت 5 مفاصل، 1 2 3 4 5، كل واحد اسمه كابو متكابل، كابو متكابل، كابو متكابل، واخد الرقم بتاع المتكابل، يبقى ده فيست كابو متكابل جوينت، سكند كابو متكابل جوينت، third carbon متكابل جوينت، fourth fifth carbon متكابل جوينت. الأولين ده بالذات بنسميه basilar joint، ليه اسم لوحده يعني، ممكن نقول عليه first carbon متكابل جوينت أو basilar joint، وده جوينت مميز بيدي للثمب إمكانية الحركة في اتنين بلان عشان عنده 2 أكسس، فهو ده شبه بتاع بتاعة الحصان اللي بنركب عليها فهي عاملة كده. يبقى ده دي المتقبل، المفصل نهايتها عاملة كده، ودي الترابيزيوم اللي هي العظمة دي في الكربل بونز عاملة كده، فلما يركبوا على بعض عاملين كده، فممكن يتحركوا كده أو كده هكذا، ده بيخلي الصم بيتحرك كده أو كده. الحركة دي مهمة جدا عشان الصم بيقدر يعمل بوزيشن، يقدر لما تيجي تقفل بصوابعك هو يقفل عليه، فالحركة دي حركة الصم، قفلة الصم على بيت الصوابع عشان تعمل فيلم هاند جريب مكونة من حركتين، الحركة دي والحركة دي، وبرضه في حاجة اسمها أوبوزيشن عشان تعمل كده، دي برضه من حركات الصم المميزة، مميزة في إنك تقدر برضه تكتب وتمسك حاجات ضيقة والهاند جريب والأوبوزيشن، كل ده عن طريق عشان الستامب عنده قدرة على إنه يعمل يطلع لقدام، ده اسمه أبدكشن، ويجي كده اسمها فليكشن، والحركة دي الحركتين دول مع بعض اسمهم أوبوزيشن، ودي مميزة للستامب مش عند أي حد من القاعدة العليا، عند ده ما ي... واحدة من الحاجات اللي بتميز الإنسان يعني عن بقية المخلوقات.
يبقى قلنا الباي اكسيال اللي هما ماشيين في 2 بلينز او عندهم 2 اكسس يمشوا عليه. كوندايلر، كوندايلر زي ايه؟ زي كابو، كابو متقابل ده ممكن يمشي يتحرك كده، ممكن يتحرك كده. الإليبسويد اللي هو الريست ممكن يمشي ازاي؟ ممكن يتحرك كده، ممكن يتحرك كده. سدل، هو مفيش غير واحد بس، اتنين بس سدل. أشهرهم البازل جوينت اللي هو ده، مش ده، ده الصنب ده يتحرك كده، ممكن يتحرك كده، يتحرك من عند البازل جوينت ده. وعشان ده مفصل عالي حركة معرض إن يجيله خشونة بشكل عالي، وزي ما قلتلكوا أي مفصل في الجسم حركته عالية زي الفقرات العنقية، الفقرات القطنية، الركبة، أكتر مفاصل معرضة إنها تجيلها خشونة لأن مدى الحركة بتاعها عالي والتحميل عليهم كتير والحركة فيهم كتير. آخر حاجة في السنوفر جين بولي أجزاء، بولي أجزاء يعني بيتحركوا في أي حتة، وإحنا عندنا مفصلين بيتحركوا في أي حتة في الجسم مهمين جدا، أكبر مفصلين الهيب والجلينو هيومال. إحنا قلنا الشولدر 4 مفاصل، الكتف 4 مفاصل، أكبرهم الجلينو هيومال، جلينو هيومال جوينت. فالكتف يقدر يتحرك في أي اتجاه، وهكذا الهيب اسمها سيركم دكشن، الحركة في أي اتجاه دي كل ملوش اكسس معين، يعني ممكن يتحرك في اي ملوش اكسس معين، يعني هنا 2 اكسس، هنا 1 اكسس، هنا دي زحلقة جلايدنج موشن، ده بيتحرك في اي اتجاه الهيب والجين هرمون. تمام، فالمفصل ده اسمه بول اند سوكت، بول اند سوكت اللي هو اللي هو زي كده، بول اند سوكت يقدر يخليه يتحرك في اي اتجاه. يبقى المفصل دي متسمية يعني ممكن نسميها مثلا زي ما هنا يوني اكزيال حسب المفهوم دوت، ان بيتحرك في اكسس واحد، اكسس اللي هو الكوع بيتحرك في، قلنا الاكسس اللي هو كده، فهي ده الاكسس ده في كورنر، كورنر الاكسس، فالحركة دي في السجدة تبان. هكذا السوبيويدو الماجنت لها اكسس واحد، هنا دي جلايدنج موشن زحلقة بس حركة خفيفة كده. هنا التلاتة دول باي أكسل، سدل ريست، ده سدل إليبسويد، إليبسويد يعني الشكل العام كده، أو كوندايلر. وآخر حاجة البولي أكسل زي الهيب جوينت، هدو فيما مع السبلم، أو جلينو هيما جوينت جلونيد مع الهدف هيموس. رابع نوع من أنواع المفاصل ممكن نعتبره السيولوجيكال، ده مفصل فسيولوجي وليست مفصل تشريحي، not a true anatomical joint. تمام، شكله هتلاقي يعني هو السكابولا مريحة على الجبس، فده مش مفصل، بس بما إن في حركة بتحصل زي ما قلتلكوا إن ده between ايه، between ventral surface of the scapula and dorsal surface of the thoracic cage. ده منظر من ورا، منظر الكتف من ورا، ده scapula، ده dorsal surface اللي هو السطح الوراني، ال ventral surface او interstices هو اللي بي articulate مع ال dorsal surface بتاع ال thoracic cage. يعني حد متخيل الموضوع ده؟ يعني ادي rib cage من ورا، ال ventral surface of ده ventral surface of scapula، وده الدوسر، وده الدوسر سيرفيس اوف ذا دوسر كيج، يبقى ده جاي كده. تمام، والحركة بتبقى كده، حركة بتلف، بيلف عليها كده، يعني السكابولا بتلف على السوسر كيج كده. الحركة دي مطلوبة امتى؟ مطلوبة لما نيجي نرفع الابر ليمب، قلنا الحركة من 0 ل 90 درجة، ده بالجلينو هيومر جوينت، المفصل ده نفس الكتف الكبير، لما عايزين بقى نرفع الإيد فوق كده من 0 ل 180، من 90 ل 180 لازم الإسكابيولا تلف، فاللفة دي عن طريق الإسكابيولو ثواسك جوينت، الإسكابيولو ثواسك جوينت، وده مفصل قلنا في السيولوجي،
بيساعد على ان الابر ليم يروتيت او اليفيت فوق 90 درجة، من 90 ل 180. تمام، عشان كده اي كسر هنا كان زمان كان بيمشوه علاج تحفظي، بس دلوقتي قال لك لا احنا نثبته شرايح وسمير ونرجعه كويس علشان يلحم كويس، عشان الانسان يعرف يؤدي مدى الحركة بتاعه بتاع كتفه بشكل كويس. تمام، حد عنده أسئلة في الحتة دي لغاية دلوقتي؟ تمام، يبقى قلنا المفاصل أنواع فايبرس 3 أنواع: سندسموزز، جومفوزز، سوتشوز. فايبرس يعني ليفية مثلا، أو يعني دي برضو الحركة هنا مفيش، يعني تقريبا مفيش حركة، فايبرس ده مفيش أي حركة. تمام، تاني حاجة كارتلوجينوس. كارتلوجينوس برايمري ده مفصل مؤقت لحد سن البلوغ، والعظم والإنسان يكتمل النمو، يبقى كده البرايمري ده انتهى. تمام، فده مفصل مؤقت. السكندري مفصل دائم، زي الانترفيرتبرال ديسك والسيمفيس بيوبس، وهنا الحركة فيهم بسيطة. تالت حاجة السينوفيال، ده فيها كل الحركات، وعشان كده دي كل المفاصل في الأبر واللور ليمبس تندرج تحت السينوفيال جوينتس، من أول الروت، من أول الجردل لحد الديستالي. كل المفاصل دي تندرج تحت بتاعة الأبر واللور ليمبس تندرج تحت قائمة السينوفيال جوينتس، وقلنا فيها مقسمة حسب مدى الحركة، بيتحرك في كام بلين، أو عنده كام أكسس يتحرك عليه. في واحد ما عندوش أكسس، مجرد سلايدنج موشن، زي الأكوميو كلافيكولار جوينت ده. تمام، وفي طبعا السبتلر جوينت مشهور جدا، وفي السوبيو تيبيو جوينت، بس أهم حاجة الأكوميو كلافيكولار جوينت والسبتلر. يبقى الأكوميو كلافيكولار جوينت ده بلين نون أكسل جوينت. تمام، تاني حاجة يوني أكسل، يعني ليه أكسس واحد يتحرك عليه زي ده وده، ده الأكسس بتاعه في الكورونال بلين، فيتحرك فليكشن اكستنشن في الساجيتال، في الساجيتال بلين هنا الأكسس بتاعه كده، فبيعمل بونيشن وسوبرنيشن، يعمل بونيشن وسوبرنيشن الحركة دي من هنا جاية من المفصل ده، عشان الفيديوس بيتلف على الألنا، فده اسمه ايه بيفوت، وده اسمه هنج. يعني دي اسامي هندسيه، بيفوت وهنج، يعني بنطبقها على المفاصل. وهكذا السدل الابسويد والكوندايلا، دول باي اكزل. الكوندايلا قلنا بيتحرك كده وكده، فيست مثال الالبسويد حركة كده وكده، عنده 2 أكسس. السدل بتاع الثمب حركة كده وكده، 2 أكسس. بولي أكسيال زي الهيب والجلينو هيومر جوينت، تتحرك في كل أكسس. بول أند سوكت، برضه بول أند سوكت ده اسم هندسي. بول أند سوكت، هنج، بيفوت، سدل الليبسويد، كوندايلر، دي أسامي هندسية بتوصف المفصل شكله عامل ازاي، عشان كده بيتحرك ازاي. واخر حاجة فيسيولوجيكال، ده بنعتبر وظيفيا مفصل، لكن تشريحيا هو ما يعتبرش مفصل، بس في حركة بتحصل عنده، عشان كده يعتبر حاجة مهمة، اللي هو بالذات لما تيجي تليفيت الأبر ليمب من 90 ل 180 درجة. هنرجع بقى لأهم حاجة، السينوفيال جوينتس، اللي هي السينوفيا جونز دي اللي هي فيها حركة، مكونة من إيه؟ لما نيجي نعمل كات سكشن فيها نشوف التكوين بتاعها إيه. من بره فايبرس كابسول، تمام، من جوه سينوفيا ممبرين. سينوفيا ممبرين ده بيفرز سينوفيوم سائل. تمام، السائل ده وظيفته إنه يغذي الغضروف المبطن للعظم. يبقى هو الكبسول دوت
او سينوفيال جوينت ده مكون من بره كبسول، ده كبسول فايبرز، حاجه فايبرز مبطن من جوه بممبرين، الاحمر ده بيبطن الكبسول من جوه بحته من العظم اللي جوه المصر، تمام. بيفرز الاصفر، الاصفر ده سينوفيوم، تمام. ده السينوف ده دي وظيفتين، تمام، هنقولهم دلوقتي. ورابع حاجة من التكوين بتاع السينوفيال جوينت الغضروف الارتيكولار كارتليج، الغضروف دوت بيغطي الارتيكولار سيرفيس اوف ذا بون، يعني العظمة دي مرتكزة على العظمة دي، ادي ارتيكولاتينج بونز، ما ينفعش نسيبهم كده مع بعض يتحركوا على بعض، لأن ده خشن، ده العظم خشن والعظم ده خشن، هيبقى في حركة مش سلسة. فبيضغط بحاجة اسمها هايلاين كارتليج أو أرتيكولار كارتليج، يعني هو أرتيكولار كارتليج اللي هو غضروف مفصلي، أرتيكولار كارتليج من نوع هايلاين، هايلاين ده يعني غضروف رفيع المستوى، ناعم جدا، بيسمح بالحركة السموث، لازم عشان يدي سموث موفمنت اوف ذا جوينت. هذه الحركة السموث محتاجة زيت، محتاجة لوبوكيشن، اللي بيديرها اللوبوكيشن دي اللي بينعمها أكتر، يعني السينوفيوم الأصفر ده، والسينوفيوم ده في نفس الوقت بيدي الغذاء للغضروف دوت، الغضروف ده ما بيجيلوش دم من حتة معينة، فالدم اللي بيدخل بيوصل للعظم أخره بيوصل لهنا، تمام، ما بيوصلش للغضروف ده، فالغضروف ده عشان ياخد الغذاء بتاعه بياخد الغذاء بتاعه من هنا من السينوفيوم. فالسينوفيوم دوت اللي هو السائل الزلالي أو سينوفيا فلويد ليه وظيفتين أساسيتين، lubrication of the joint أو lubrication of the articular cartilage و nutrition of the articular cartilage أو nourishment of the articular cartilage، تمام. والغضروف دوت للأسف غير قادر على التجدد، يعني مع السن، ولو إنسان ولا سيما لو إنسان وزنه زيادة مع السن يجي عند سن 60 70 يكون المفصل ده معظم الغضروف ده معظمه اتاكل، فتلاقيه مع الوقت ومع السن ومع الوزن الزيادة ومع مفيش قوة في العضلات اللي حوالين المفصل، إنسان ما بيعرفش زيادة مثلا، تلاقي الغضروف ده بدأ يتاكل مع الوقت، فلما يتاكل خالص بيخلي العظم هنا عريان والعظم هنا عريان، عشان كده بيدي حركة خشنة، وبنسمي الحتة دي خشونة أو مرضى بنسميه خشونة، اللي هو تأكل في غضاريف المفصل. وده زي ما قلت لكم إن ده غضروف رفيع مستوى اسمه هايلاين كارتليج غير قادر على التجدد، وأي أدوية معروفة ما بتجددش الغضروف دوت، هي بتساعد على إنها تقلل الألم أو تحافظ على الغضروف المتبقي، لكن الغضروف ده لحد دلوقتي ما مش ما زي خلايا المخ وخلايا القلب، من الخلايا اللي هي لما تتبرأ أو تتأكل أو لما تموت أو لما يحصل جلطة في المخ مثلا أو كده، دي كلها خلايا غير قادرة على التجدد، مش زي العظم مثلا، العظم لو اتكسر هيتكون عظم جديد ويلحم. فالأمل بقى في إيه؟ في طريقة علاجية اسمها ستيم سيلز، اللي هي العلاج بالخلايا الجذعية، إن إحنا ناخد جزء من نخاع العظم، نخاع العظم مثلا أو أي ستيم سيل من الجسم، ونزرعها حبار في المعمل، نعمل غضروف، وبعد كده ندخل نزرعها في الحتت اللي فيها الغضروف متاكل، تمام. فيبقى قلنا السينوفيال جوينت مكون من فايبرس كبسول من بره، من جوه بيبطنه سينوفيال ميمبرين اللي بيفرز سينوفيا فلود أو سينوفيوم اللي هو السائل الزلالي، اللي بيدي لوبريكيشن و نورشمنت للأرتيكولار كارتليج، وقلنا الأرتيكولار كارتليج ده غضروف
هو فيها المستوى، يعني في غضاريف تانية يعني ممكن إيه، ممكن تموت تطلع تاني أو تتبرد تطلع تاني، أو مش يعني مش هايلاين، هايلاين ده برضه ليه صفات معينة، بحس إنه برضه يعتبر شوك أبزوربنت، يعني هنا بيمتص الصدمات. فعشان كده مهم جدا في الحركة السلسة. يبقى قلنا فايبرس كبسول ده الأوتر موست لير سبورتد باي سترونج فايبرس ليجمنت. يعني مثلا كنت في صورة هنا، أدي كبسولة دي السترونج فايبرس ليجمنت، مجموعة أوتار أو أوربتا حوالين الفايبرس كبسول دوت علشان يسند المفصل. كل مفصل ده يكون الحمل عليه عالي زي الهيب جوينت هنا، كل ما يكون في شوية ليجمنتس قوية تسبوت الفايبرس كبسول دوت. لايند باي سينوفر ميمبرين، والسينوفر ميمبرين هو اللايننج للفايبرس كبسول، سكويز سينوفيوم. السينوفيوم اللي هو سينوفيوم فلويد ده فيسكس فلويد فيلينج ده جوينت كافيتي، يبقى التجويف ده بتاع المفصل مليان بسينوفيوم. its function is to lubricate the articular surfaces and hence reduces erosion. كل ما يكون في سينوفيوم بنسبة كويسة يمنع يقلل الاحتكاك بين الغضروفين فيقلل التآكل، وبيدي nutrition to the articular cartilage. ال articular cartilage هو hyaline cartilage، وده أحسن أنواع غضاريف covering the surfaces of articulating bones lubricated and get nourished by the synovium. أظن كلام سهل، مفيش أبسط من كده. ناقص مفاصل حاجة بسيطة، ال synovial joint movement، ال حركة المفاصل احنا قلناها. الهنج الالبو بيتحرك ازاي؟ افتح الكاميرا. الالبو بيتحرك فليكشن، ده اسمه فليكشن اوف ذا البو اكستنشن، فليكشن اكستنشن. البيفوت اللي هو عند السوبيو فيديو انا جوينت بيعمل سوبيناشن. البالم اللي فوق اسمه سوبيناشن، البالم اللي تحت اسمها بونيشن، تمام. كوندايلا قلنا كوندايلا اللي هو متقبو فرنجال جوينت، هنا مكتوبة صح، اللي هو المفصل دوت متقبو فرنجال جوينت بيتحرك بيعمل ايه كده، فليكشن اكستنشن او ابدك كده كده ايه، ابدكشن ناحية الصنب، ابدكشن ناحية الصنب، ابدكشن لبره اي بي، وادكشن اي دي لجوه. يبقى ابدكشن لبره ادكشن لجوه. الويست نفس الكلام، فليكشن اكستنشن ابدكشن اي بي ادكشن اي دي. سادس جوينت بيعمل اوبوزيشن، اللي هي مكونة من حركتين، ادكشن و ابدكشن و فليكشن، ابدكشن و فليكشن، ده اسمه اوبوزيشن، اللي هي حركة الحركة دي، ان يعني يجيب الثمب على الفينجر تيبس، فعشان تعمل الحركة دي الثمب بيلف كده في ابدكشن، تمام، ثم فليكشن، ابدكشن ثم فليكشن. يبقى مرة تاني، ابدكشن ثم فليكشن. بولين سوكت زي الهيب والجلين هومول اسمها سيركم دكشن، الحركة في كل الاتجاهات اسمها سيركم دكشن. البلان جلادي موفمنت زي انفرجن اوريجن، القدم ممكن تجيبها كده او كده، الحركة بتاعت القدم دي اسمها انفرجن وايفرجن زي عند سبتلر جوينت. وقلنا بلين جوينت تاني
اكوميو كليفك اللي هو ده. هنعرف يعني نعرف بعض ال بعض ال بعض الحركات دي. flexion extension ده movement of the joint in the sagittal plane around the coccyx. يعني انت لو تخيلت ادي flexion وادي extension، يبقى الاكسس هنا في الكورونا بلين، ادي الاكسس اللي هو المحور اللي بيتحرك على المفصل، فين في الكورونا بلين اللي هو جاي كده الكورونا بلين، لكن الليمب بيتحرك فين في السجدة بلين. هكذا الابدكشن، ادكشن الابدكشن يعني لما نعمل كده الحركة فين، الحركة الاكسس ده هو، يبقى الاكسس ده ايه اكزيال، الاكسس ده اكزيال تمام، والبلان ده ايه، البلان ده كونال، يبقى ابدكشن ادكشن موفمنت of the joint in coronal plane، coronal plane هوت around axial axis، pronation pronation movement of the joint in axial plane، يعني زي كده pronation pronation around sagittal axis تمام. يبقى الحركة دي الاكسس جاي، الاكسس جاي فيرتيكال جاي كده في السيجيتال بلين، واللفه دي بتبقى في الاكسيال بلين تمام. سو كوندكشن موفمنت اوف ذا جوينت ان اول دايركشن، اوبوزيشن موفمنت اوف ذا ثامب تو تاتش ذا تيبس اوف اذر فينجرز كومبوزد اوف ا كومبينيشن اوف تو موفمنتس ابدكشن abduction abduction و flexion تمام. يبقى دي تعريف بعض تعريف الحركات بتاعة المفاصل. قلنا shoulder joint ده مكون، يعني ده كلمة مكون، يعني مفصل مكون من 4 مفاصل، it consists of 4 main joints sternoclavicular اللي هو هنا تمام، وده the main connection أو the only connection the only main connection between the upper limb and the axial skeleton تمام. نوع قلنا ايه، السادل باي اكزيال سينوفيال، ده يبقى ستينوكلافيكولو ده اللي هو هنا اللي هو ده بين ستينوم وكلافيكولو، ده باي اكزيال سادل زي البازلر بتاع الصم، باي اكزيال سادل سينوفيال، يبقى ده سينوفيال. احنا قلنا كل مفاصل الابر لور ليمب تقريبا كلهم كلهم سينوفيال تقريبا، باستثناء مثلا حاجة زي السيمفيس بيبس أكوامي كلافيكولوتين مفصل، ده نون أكزيال بلين سينوفيال جلينو هيومن، ده اللي احنا لما نيجي نقول شولدر جوينت مجازا بنكون قاصدين جلينو هيومن تمام. يبقى جلينو هيومن ده بولي أكزيال سينوفيال بولان سوكت، يبقى قلنا بولن سوكت دي الكلمة الهندسية بتاع المفصل بولي أكزيل، يعني تشريحيا هنقول عليه بولي أكزيل، هندسيا هنقول عليه بولن سوكت. وبابا مفصل السكابيولو ثوراسيك ده في السيولوجيكال جوينت مش تشريحي. كده خلصنا مفاصل. الفيديو هيقفل دلوقتي وهفتح، هعمل شيء جديد. حد عنده أسئلة جاهزة للفيديو الجاي؟